السلام عليكم طلاب. اليوم نبدأ أول محاضرة بالكورس الثاني وموضوع جديد اللي هو موضوع الترانسفير فانكشن. الترانسفير فانكشن هي دالة أو relationship between input and output. من خلال الترانسفير فانكشن نقدر نتوقع سلوك السيستم بصورة عامة كيف راح يكون، او اذا كان عندنا الترانسفير فانكشن وعندنا احد المتغيرات اللي هو انبوت او الاوتبوت نقدر نوجد المتغير الثاني. مثلا اذا كان عندنا الانبوت وعندنا الترانسفير فانكشن فبدلالتين راح يكون عندنا نقدر نعرف في اوتبوت، ونقدر نعرف استجابة السيستم او ريسبونس او السيستم من خلال تغيير بعض العوامل داخل الترانسفير فانكشن. طبعا موضوع الترانسفير فانكشن له كثير تطبيقات، اهم تطبيقاتها هي بالكنترول سيستم. احنا الان ناخذ الدوائر الكهربائيه، فبصوره عامه راح نتعامل ويا دائره كهربائيه، والدائره الكهربائيه احنا نعرف دائما هو يا اما تكون يعني عندنا الانبوت يا اما يكون اما تيار او فولتية، والاوتبوت ايضا يكون اما تيار او فولتية. بصورة عامة حتى نحتاج حتى نستخرج الترانسفير فانكشن احنا راح نستخدم الفريكوانسي دومين او الاس بلان بايجاد الترانسفير فانكشن. حتى نستخدم هذا نحتاج الى اللابلاس ترانسفورم والانفيرس لابلاس ترانسفورم حتى نحول الدائرة من التايم دومين للاس للفريكوانسي دومين او الاس بلان. يعني نحتاج الى لابلاس ترانسفورم. فقلنا احنا الترانسفير فانكشن هو نسبة in general يعني نسبة الاوتبوت الى الانبوت. فاول دائرة ناخذ ابسط دائرة اللي هي دائرة ال RC، مثل ما تشوفون بالشكل رقم واحد عندنا الشكل رقم A هو يمثل لنا دائرة ال RC بالتايم دومين. عندنا ال V انبوت بدلالة T وال V اوتبوت بدلالة ال T ايضا. الفي اوتبوت هي الفولتية الموجودة على الكاباسيتر، تمام. حتى نحولها للفريكوانسي دومين او الاس بلان او الاس دومين احنا اخذنا بالكورس الاول كيف نحول الدائرة من التايم دومين للاس دومين. فقلنا احنا المقاومة هي راح تكون نفسها ار، والمتسعة راح تكون قيمتها واحد على اس سي مثل ما تشوفونها بهذه الدائرة بالشكل رقم اي، تمام. فحتى نوجد نريد نطلع الفي اوتبوت الى الفي انبوت نستخدم احد طرق تحليل الدوائر الكهربائية. انتم يعني غالبا بالسؤال ما يحدد شنو اللي نستخدمها، يعني نقدر نستخدم الكيرشوف المش النودل، نقدر ايضا نستخدم الفولتج او الكرنت ديفايدر رول. احنا نستخدم مجموع يعني نقدر نستخدم مجموع اذا نقدر هنا نقدر نستخدم مجموع النودات او التيارات. التيار اللي موجود بالمتسعة هو الفي اوت على واحد على اس سي. التيار الموجود بالمقاومة هو في اوت بوت، هذا في اوت بوت ناقص الفي انبوت، هذه الفي انبوت على قيمة المقاومة. فمن خلالها
راح نستخرج انه الفي اوت بوت بعد التبسيط هي تساوي لنا في انبوت واحد على اس سي ار. هنا نقدر بسهولة نستخرج الترانسفير فانكشن، قلنا هي قيمة الاوتبوت على الانبوت، فعندنا الاوتبوت هي الفولتية في اوتبوت والانبوت ايضا فولتية الفي انبوت، فراح نرمز لها في اوتبوت على الفي انبوت بالاتش اس. اغلب المصادر تستخدم رمز الاتش اس او جي اس للترانسفير فانكشن بصورة عامة، هي راح تكون واحد على واحد زائد SCR. مثل ما قلنا الترانسفير فانكشن للدائرة هو ratio of output to input. طبعا نقدر من خلالها هذه الدائرة نقدر نستخرج لها عدة ترانسفير فانكشن، بس بدلالة متغيرات أخرى، يعني بدلالة أنبوت إذا اعتبرنا عندنا تيار أو فولتية، فنقدر نستخرج أكثر من ترانسفير فانكشن لهذه الدائرة. بس يعني الأنبوت الأوتبوت للأنبوت راح تكون مختلفة، يا ما يكون تيار الأوتبوت إلى فولتية الأنبوت أو تيار الأوتبوت إلى تيار الأنبوت، وبالنسبة أيضا كذلك للفي أوتبوت. مثل ما وضحنا قبل انه الترانسفير فانكشن موضوع مهم من نقدر مستخدم خاصة عدة يعني عدة مجالات خاصة بالهندسة، اكثر استخدام هو راح يكون بالكنترول سيستم اللي من خلاله نقدر نتعرف على تصرف السيستم. صورة عامة احنا نقدر نعبر عن الترانسفير فانكشن هي عبارة عن NS polynomial راح نرمز له الى الدومينيتر DS. تمام. بصورة عامة الـ NS دائما هذا يقولون يعني يعبر عنه بني يعني من خلاله نقدر نستخرج الزيروز والمقام راح نقدر نستخدم إلى يعبرون عنه بالبولز، هذا بعدين راح نقدر بعدين راح نشرحه. تمام. صورة عامة احنا من قلنا انه نتعامل ويا دوائر كهربائية، فالدوائر الكهربائية قلنا هو الانبوت او الاوتبوت يا اما يكون فولتية او تيار، فبهذه الحالة احنا بالدوائر الكهربائية راح تكون عندنا اربعة ترانسفير فانكشن، اللي هي الاولى راح تكون الفولتج جين اللي هي الفي اوتبوت الى الفي انبوت، او الكرنت جين اللي هو الاي اوتبوت الى الاي انبوت، او الترانسفير امبيدنس اللي راح تكون فولتية الاوتبوت الى تيار الانبوت، او ترانسفير ادميتنس اللي راح تكون تيار الاوتبوت الى فولتية الانبوت. عندنا هنا مثال اخر اللي هو الار ال سي ريد دائرة، هذه دائرة جدا مشهورة اللي يعبر عنها بالسكند أوردر سيركت. هذه الدائرة احنا بصورة عامة حتى يعني باللابلاس حتى نحول الدائرة من الاس دومين الى العفو من التايم دومين الى الاس دومين، يا اما نحول الدائرة كشكل يعني الى الاس دومين مثل ما حولناها بالإكزامبل الأول أو بالشرح الأول، حولنا هذه الدائرة من التي دومين إلى الأس دومين واستخرجنا المعادلات بدلالة الأس دومين. تمام. أو الطريقة الثانية أنه نكتب المعادلات بالتي دومين مثل ما هي الآن عندنا الآن ظاهرة،
عندنا التيار، التيار اللي يمر في المقاومة، يعني الفولتية اللي تتولد على المقاومة، فرق الجهد المتولد على المقاومة زائد فرق الجهد المتولد على الاندكتنس زائد فرق الجهد المتولد على الكاباسيتنس يساوي لنا فرق جهد المصدر المسلط على الدائرة. ففرق الجهد الدائرة هو IR، فرق الجهد الاندكتنس هو LDI/DT، فرق الجهد اللي موجود بالمتسعة هي واحد على C integration IDT. تمام، هذه كلها تساوي لنا البي أومبت اللي مسلطة على الدائرة أو المطبقة على الدائرة. إحنا نريد الترانسفير فانكشن مال هذه الدائرة اللي هو في أوتبوت إلى الفي أومبت. طلعنا الآن معادلة بدلالة الفي أومبت، نريد نطلع معادلة بدلالة الفي أوتبوت، ونريد نوجد طبعا أوجدناها بالتي دومين، بعدين نوجد ربط بيناتهم بين المعادلتين. فالفي أوتبوت مثل ما تشوفون هنا، الفي أوتبوت هو فرق الجهد اللي موجود على المتسعة، فهو واحد على سي اي دي تي يساوي لنا الفي أوتبوت. تمام، نحول الآن هذه المعادلتين نحولهن إلى الاس دومين. فالاس دومين مال هذه المعادلتين راح يكون هو R في الاي اس، واضح، زائد هذه عندنا أخذناها باللابلاس المشتقة راح تكون S L I S. إذا فرضنا الانيشال فاليو للتيار هو صفر، وكذلك بالنسبة للمتسعة واحد على S C I S إذا فرضنا الانيشال فاليو صفر، ويساوي لنا V I of S. بنفس الطريقة نوجد قيمة الـ V output اللي راح تكون واحد على S C I S. بهذه الطريقة أوجدنا الـ V output والـ V input. الآن نوجد الـ transfer function. هنا الـ transfer function هي راح تكون V output على الـ V input قسمناها بالمباشر، فالـ V output هو كان قيمته واحد على SCIS. الـ V input اللي هو راح تكون هذه المعادلة RIS زائد SLIS زائد واحد على SCIS. طبعا أخذنا عامل مشترك اللي هو IS وحذفناه من البصمة المقام، بعدين ضربنا المعادلة كلها في SC بسط والمقام في SC، فهذه من ضربناها راح تكون قيمتها واحد، هذا الحد راح يكون R SC في S لأن ضربناها في SC، هذه راح تكون LS وعندنا S فراح تكون S تربيع، وهذه قسمناها ضربناها في واحد على S راح تكون قيمتها واحد. هذه transfer function لل second order system اللي هو LRC. تمام، عندنا الآن system pole and zeros. هذه قلنا احنا transfer function يتكون من بسط ومقام، دائما يعبرون عنها بولينوميال للبسط والمقام، فهذا هو البسط البولينوميال مال البسط وهذه مال المقام. بصورة عامة احنا نقدر هذه المعادلات هي طبعا راح تكون
معادلات من يعني صيغ رياضية من الدرجة الأولى أو الدرجة الثالثة أو يعني يكون درجة أولى أو الثانية أو الثالثة، نقدر نجزئها إلى جذور. كل واحدة من هذا الجذر إذا كان في البص راح يسمى زيروز، وإذا كان في المقام راح يسمى بولز. وراح يكون عندنا إذا كان عندنا ثالث لهذه الترانسفير فانكشن، هذا يسمونه ال يعني الجين مال الترانسفير فانكشن، اللي هو دائما يرمزوا له بالبي ام على اي ان. إذا كان أكو عامل مشترك بين البسط والمقام نقدر نستخرج هذا الجين. تمام. احنا حتى الزيروز شلون نوجد نستخرج الزيروز؟ دائما البسط نساويه للصفر ومن خلاله نستخرج الزيروز، والمقام ايضا ناخذ يعني نقسمهن كل واحدة على حدة، راح تكون هي معادلات من الدرجة الاولى او الدرجة الثانية او الثالثة، من خلالها راح طبعا عندنا انواع للزيروز والبولز، ان يا اما يكون يعني الجذور مالته، يا اما يكون اعداد حقيقية real numbers، او يطلع لنا complex conjugate pairs يعني اعداد مركبة مترافقة. فاول مثال عندنا هو HS 2 في S زائد 1 على S تربيع زائد 5S زائد 6. نجي نشوف البسط. البسط هو حد من الدرجة الأولى، والمقام هو حد من الدرجة الثانية. طبعا أكو حتى نوجد الزيروز والبولز لازم نوجدها بهذه الصيغة، انه S ناقص Z1 في S ناقص Z2، يعني قيمة الفاكتور مال S في البسط وفي المقام لازم يكون واحد. تمام. هنا قيمته مو واحد، هنا قيمة في البسط هو 2، فنقسم الترانسفير فانكشن على 2، فهنا راح تكون S زائد 1 تقسيم 2 راح هنا يكون نصف. تمام. وهذا النصف اللي قلنا راح نقسم عليه طلعناه خارج هذا، خارج الترانسفير فانكشن. في المقام حد من الدرجة الثانية نحله، يا اما نحله بالدستور او نحله يعني نفكه نسوي على شكل حدين. هذه حدين طبعا الجذور مالته حقيقية فما نحتاج الدستور، مباشرة نقدر نحللها. فالنظرة الأولى انه احنا اذا ساوينا البسط الى الزيرو، يعني نقول S زائد 2 يساوي لنا نصف، فمن خلالها S زائد نصف العفو S زائد نصف يساوي لنا صفر، فمن خلالها راح نعرف انه الاس هي راح تكون قيمتها ناقص نصف. واضح. هذه الزيروز. فهذه الترانسفير فانكشن نقول عنها تمتلك ريل زيرو ات اس يساوي لنا ناقص نصف. واضح. المقام نجي ناخذ هذا الحد، المقام S زائد 2 زائد S زائد 3 ونساوي أيضا لصفر، ومن خلالها نوجد يا أما S يساوي لنا ناقص 2 أو S يساوي لنا ناقص 3.
وايضا نقول هذه الدا هذه الترانسفير فانكشن تمتلك تو بولز ريل بولز تو ريل بولز واحد at s يساوي لنا minus 3 and second pulse at s is equal minus 2. ايضا هذه الترانسفير فانكشن تمتلك gain k يساوي لنا بلس نصف. المثال الثالث اللي هو find transfer v output to i input and obtain the pole the zeros and poles. مطلوب ايجاد الترانسفير فانكشن لهذه الدائره وايضا ايجاد الزيروز اند بولز ايضا لهذه الدائره. فنقدر نطبق عندنا ال V output ال V out ال HS هو V output على IS. فالصورة عامة هذا ال V output التيار اللي تطي هنا هو I input، فقيمته يعني قيمتها ايش راح تكون؟ القيمة راح تكون قيمة هذه الممانعة يعني التيار الانبوت راح يكون هو مجموع التيار اللي يمر بهذه الممانعة والتيار اللي يمر بهذه الممانعة. تمام؟ فال V output هي راح تكون ال I input في ال equivalent impedance of this circuit. الequivalent impedance لهذه الدائرة هي 5 plus 1 على S على 10 لأن هذه 0.1 فهي بالحقيقة S 0.1 S أو نقدر نكتبها S على 10 توازي S زائد 2 S لأن هذه الاندكتنس هي راح تكون 2 S باللابلاس. واضح؟ طبعا نوجد هذه قيمة هذا التوازي حاصل ضربهم على حاصل جمعهم فراح تكون عندنا عامل مشترك اللي هو الخمسة وأيضا نقدر مباشرة يعني نستخرج منا عامل مشترك هو الخمسة يعني نقسم هذني هن بما انه هن قوسين فما نحتاج نضربهم بعدين نطلع لهم قيمة هن مباشرة مقسمات الى قوسين بس قلنا نعدلها لان يعني عندنا لازم الاس تكون بالمقام فنضرب نضرب البسط ونضرب البسط والمقام في واحد على اس فراح تكون هذه واحد راح يعني تكون خمسة اس زائد عشرة. واضح؟ زائد عشرة وهنا راح تكون ثلاثة زائد اثنين اس هذه راح نضرب البسط والمقام في واحد على يعني عشرة في اس فراح تكون اس تربيع زائد اربعة اس زائد خمسة. مثل ما نشوف اخذنا عامل مشترك الخمسة ووجدنا انه هذا البسط يكون هو اس زائد اثنين في اس زائد 1.5 اللي هو 3 على 2 هنا S تربيع زائد 4 S زائد 5 هذه ما نقدر نحللها نروح نطبق عليها قانون الدستور اللي هو minus minus B
بلس ماينس بي تربيع ناقص 4 اي سي على 2 اي. الاي هنا عندنا هو 1 وراح تكون هذه القيمة هي ماينس 2 بلس ماينس جي. مثل ما نشوف هذه الدائرة تمتلك 2 زيروز، واحد بالماينس 2 والثاني بالماينس 1.5، وتمتلك أيضا جين مقداره 5، وتمتلك أيضا كومبلكس بولز، ودائما هذه الكومبلكس بولز تكون مترافقات. المثال الثالث أيضا دائرة، المثال الرابع العفو، الشكل الموجود رقم 4 calculate i not to i، هذه s وليس اوميجا، to i input and its ball and zeros. نجي نحل هذه الدائرة. طبعا هذه الدائرة مطلوب هو i output to i input، هذا الـ i input وهذا الـ i output. نطبق هنا current divider rule، يعني التيار اللي داخل هذا البرانش وهذا البرانش نسوي له current divider rule. فتيار الـ input في هذه المقاومة على مجموع في هذا الـ impedance على مجموع الكوفيلنت امبيدنس لهذه الدائرة، مجموع الامبيدنس العفو لهذه الدائرة وليس الكوفيلنت. فراح تكون I input في هذه ال H هي 2S زائد 4 المقاومة على 2S اللي هو هذا البرانج زائد 4 زائد 1 على 0.5S، لأن عندنا متسعة، المتسعة باللابلاس هي 1 على S C، فC هي 0.5 فارد. فال H S هو ال I input على ال I output على ال I input. مثل ما نشوف احنا قلنا لازم تكون ال factor هذه هي قيمته 1، وأيضا عندنا هنا بالمقام S، فنضرب البص والمقام في S، فراح تكون عندنا S زائد 2 على 2S تربيع زائد 4S زائد 2. نطلع عامل مشترك ومن البص والمقام اللي هو قيمته 2، فراح تكون المعادلة النهائية الترانسفير فانكشن النهائي هو S في S زائد 2 على S تربيع زائد 2S زائد 1. لإيجاد البولز هنا نقدر نحلل إلى حدين، ودائما وهذا الحدين هن اللي هو يكون S تربيع زائد 2S زائد 1، نقدر نكتبه بالصيغة S زائد 2 زائد S زائد 1 الكل تربيع. هذه هنا نقول الـ transfer function it has repeated poles at b equal minus، يعني تمتلك 2 poles وهذان الـ poles أو الأقطاب هنا located at p equal minus 1 and have 0. هذا الـ pulse نساوي أيضا للـ 0، فأما الـ S يساوي لنا 0 or S يساوي لنا minus 2. فهذه الدائرة، هذا الـ transfer function العفو، تمتلك 2 zeros، واحد located at 0 and second located at minus 2. إلى هنا تنتهي محاضرة اليوم، إن شاء الله نكمل محاضرة بكرة
أمثلة أكثر على الترانسفير فانكشن والفولز أند زيروز. تحياتي.